وعمال مستخدمي المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي محمد بن علي، الموظفون تحت لواء النقابتي التكتل النقابي، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية مستقلة لمستخدمي الصحة الإدارة أسلاك المشتركة اس ام بي اس بي وسناب اب. اليوم رانا في اضراب على في كل عيادات المؤسسة، وهذا نظرا لعديد البيانات المرفوعة إلى السلطات الوصية على المستوى المحلي والولائي والوطني، بما فيها مديرية الصحة والسيد والي ولاية غليزان ووزير الصحة والسكان، إلا أنه لم نلاحظ أي تدخل من السلطات الوصية من طرف السلطات الوصية، رغم أنه كان فيه تدخل للسيد مدير الصحة والسكان يوم الخميس الفارط، ثم يليها لقاء ثاني كان يوم الأحد مع أعضاء المكاتب النقابية بحضور ممثل مديرية الصحة الذي لم يكن يلقى المستوى المطلوب. وما لاحظناه من خلال هذا الاجتماع أن جميع المطالب المقدمة إلى كل السلطات لم يتم حل ولا مشكل من هذه المشاكل المطروحة. نذكر من جملة المشاكل التي رفعت منذ أكثر من سنتين التعسف في استعمال السلطة، قرارات الخصومات الغير قانونية، لاحظنا كذلك التحويلات التعسفية لبعض المستخدمين الذين لهم خبرة في الميدان لأكثر من 34 سنة خدمة فعلية في هذه المؤسسة، رفض التحويلات لبعض العمال كذلك، ما لاحظناه رفض استقبال المستخدمين يوم الاستقبال وهو يوم الثلاثاء، وما لاحظناه كذلك أنه يتم استقبال ناس خارج مؤسسة كمواطنين لكن يتم رفض استقبال المستخدمين بالمؤسسة. ضغوطات تمارس على مستوى المؤسسة وفي ظروف عمل مزرية، صراحة سئمنا من الوضع الذي آلت إليه المؤسسة، رغم أن الطبيب معروف بكرامته لكن مع هذه المؤسسة أصبحت لا كرامة للطبيب. بفتح التحقيق وزاري نظرا للمشاكل المتراكمة والتجاوزات على مستوى المؤسسة، كما أنه في حالة عدم الاستجابة سوف يكون هناك تصعيد لمدة يوم آخر يوم 20 أكتوبر إن شاء الله، كما نطالب كذلك السلطات الوصية بوقف هذه التجاوزات في القريب العاجل إن شاء الله. صح. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.